السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن المتغيرات الموجودة في البرنامج متغير اسمه الري. الري ده يعني ايه؟ يعني مجموعة من العناصر المتشابهة. يعني مثلا هتكلم على شهور السنة أو أيام الأسبوع أو مثلا ماتشات بتاع كورة وهكذا النتيجة بتاعتها. فبقول له فاريبل، بقول له مثلا اكس بتساوي، وافتح العلامة ديت. العلامة دي معناها ان اللي جوه دوت عبارة عن الري مصفوفة، تمام؟ ممكن المصفوفة دي تبقى أرقام، فاكتب مثلا 33 واكتب 44 55 66 وهكذا، تمام؟ اي ارقام مش لازم يكونوا مترتبين. وبعد كده لما في اي وقت حابب ان انا اطبع الرقم دوت، اقول له alert بحيث يجيب لي على هيئة رسالة، واقول له هنا اطبع لي اكس، وبعد كده هقول له القوسين دول، واقول له مثلا اطبع لي اول واحد او تاني واحد او تالت واحد. بس هو بيبدأ العد بالزيرو، يعني 33 دي بتساوي زيرو. لو قلت له زيرو، تمام، وقلت له وريني هتطبع ايه، فاتبع لي 33. طيب لو جيت هنا وقلت له انا عايز ده واحد، ده زيرو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اطبع لي رقم خمسة. اطبع لي 77. طيب انا ممكن اجي على اي واحدة فيهم واقول له ان ده عبارة عن نص 33، هنا مثلا احمد، وهنا هقول له ده عبارة عن علي، وده مصطفى، والباقي ارقام عادي. يعني مش شرط كله نصوص او كله ارقام، ممكن ده وده. هقول له بدل خمسة دي اطبع لي واحد، واحد هيبقى ده زيرو وده واحد، اطبع لي علي. هتلاقي طبعا على